كتر. ايه اللي بتهببه ده يا بني ادم؟ ايه ده؟ انا جدك يا بني ادم. ايه جده ازاي يعني؟ انا لو ما كنتش ميت كنت طلعت لك. ليه يا جده كده؟ ده انت حبيبي. خف السكر حبك برص. ودي تبقى حلاوة ازاي بس يا جده؟ ما الحلاوة الصح ما يبقاش سكرها زيادة يا بني ادم، عشان تطلع بيضة وطرية وتدوب في البق. ونكسب ازاي كده يا جده؟ يا ابني احنا كنا بنشتغلها كده وبنكسب برضه. وفيها ايه لما تطلع ناشفه يا جده؟ لو ناشفه تبقى بايظه زي دماغك الفايصه. ممكن حلاوه اجدادنا؟ شوكولاته بالحلاوه ولا حلاوه بيضه؟ حلاوه بيضه. حلاوه اجدادنا احلى حلاوه في بلدنا.